البيع في حياتك يا استاذ عبد الحميد. مين مات؟ خليل بيت عيش انت. اسمعني يا استاذ عبد الحميد، انا هعمل حاجه مش ميري، انما ربنا مش هيسامحني لو ما عملتهاش. خليل بيه هو بيموت على دراعي امني على السر، واداني ورقه وصاني اني اديها لك. الورقه اهي، يمسك يا صاحب حميد، خبيها بسرعه احسن ما توديني في داهيه يا صاحب حميد. انت بتعمل ايه هنا يا خميس؟ انا بفتش الزنزانه يا باشا، لا يكون في ممنوعات كده يعني ولا كده. طب يلا اقفل الباب وتعالى ورايا. امرك يا باشا. أستاذ عبد الحميد، أرجوك تسامحني وتقبل اعتذاري عن كل اللي حصل لك بسببي. لما الجواب بتاعي يوصلك هكون أنا أكيد خرجت من الانفرادي وخرجت من السجن ومن الدنيا كلها، ومهما كانت النهاية أنا واثق إنها هتكون أحسن من اللي أنا كنت فيه بكتير. يمكن ربنا أراد إنه يطهرني ويحاسبني في الدنيا عشان لما أقابله ما تبقاش الشيلة تقيلة. لما تخرج من هنا ياريت من وقت للتاني تبقى تروح تشقر على بنتي وولادها. أنا عارف إنك كنت هتعمل ده من غير ما أوصيك، عشان أنت راجل إنسان نفسي أقدم لك أي حاجة قصاد كل اللي عملته عشاني، إنما يعني ما عنديش غير شوية ورق كنت شايلهم للزمن يمكن ينفعوك أنت. هتلاقيهم في العنوان اللي مكتوب عندك ده. وبقى قطع الورقة بعد ما تقراها يا أستاذ عبد الحميد، واقرا لي الفاتحة وما تتضايقش. أنا ما عرفتش شكل الابتسامة في الأيام الأخيرة إلا معاك. ومصر رغم كل اللي إحنا شايفينه ده والله هتبقى زي الفل. أخوك خليل دياب.